الشرقية الثقافية السادسة للموسيقي، وحقا جاء في إطار وتنوار المدينة محطة ثقافية موسيقية فنية متنوعة. كانت ابتداء من يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت في رنية محطة، محطة سلسلة محطة جديدة أعطتنا واحد دفعة إلى الأمام من خلال الأعمال اللي تختتمت اليوم في مدرسة لويس بيبس الإسبانية وكارل أرت فيه. مجموعة من الفقرات كانت الطرب الأندلسي برئاسة الحاج طاو، وكانوا لي ديو كان تقديم عبد الربي رمز العقباني ومريم غيلان، وكان ديو آخر الأستاذ عماد بوساق والأستاذ شعيب. فين هذه واحد فقرات جديدة وحاولنا ننوعوا بها هذا البرنامج، وتختتمت يعني بفرقتين، وهي الفرقة ديالنا هي فرقة ميزينوكس، هي فرقة حديثة. كان عيد ميلاد اليوم هو عيد ميلاد الأول، يعني سنة على مرور تأسيس هذه الفرقة قدمت واحد وصلات غنائية متنوعة، منها العربي منها الكلاسيكي ومنها الشعبي، يعني يمكن واحد المجموعة أغاني، ونالت إعجاب ديال الجماهير اللي لقات واحد التجاوب كبير منها، لأن في أنواع كثيرة وأنماط غنائية متنوعة عطات واحد يعني واحد زخرفة موسيقية جميلة، وعطات لون جديد الحق على الساكنة المثقفة الموسيقية العرائشية. كانت عينينا بغينا نقولوا متعطشة إلى هذا النوع الغنائي، وتختتمت بفرقة ديال محمد قرب وفيها كورال ديال المعهد الموسيقي، ولقات واحد التجاوب وحضور كبير من طرف الجماهير. وكنشكروا بالمناسبة على التغطية اللي قدمتوها نتوما، وكنشكروا الحضور كذلك على الحضور ديالو بكثافة لقاعة العرض، وكنتمناو في مناسبة إن شاء الله أخرى تكون العرض أحسن وأحسن من هادشي اللي قدمنا، وكنوعدوكم أننا غادي نقدموا الجديد، وغادي إحنا في مسار فني باش نكونوا إن شاء الله نطوا إشهاء إقليمي محلي وكذلك دولي إن شاء الله. وشكرا سي عبد القادر على هذه الكلمة.